مهندس تامر، الجميل في محطة الجبل الأصفر إن إحنا بنشغل الماكينات كلها والأحواض كلها بطاقة كهربائية معظمها جاي من نفس المحطة. إحنا بنولد الكهرباء من الغاز الناتج عن عمليات التطهير والتعقيم. فاحكي لنا الحكاية دي بتتم إزاي؟ طبعاً من مرحلة من مراحل المعالجة عندنا في الجبل الأصفر إن إحنا في مرحلة المهضمات يحصل تخمير للحمأة، وده بينتج عنه البكتيريا اللاهوائية، بينتج عنه غاز الميثان. غاز الميثان هو الوقود الأساسي في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لسد احتياجات كل المعدات اللي موجودة في المشروع. تمام، احنا كده بنستخدم وقود صديق للبيئة، خلينا نقول طبعا صديق للبيئة افضل من الديزل. الوقود الديزل اللي بيبقى مش صديق للبيئة وبيبقى تكلفته اعلى وملوث للبيئة. تمام، لكن الغاز بيدور كم توربينة هنا تقريبا؟ احنا هنا في مبنى المولدات في الكنترول روم او غرفة التحكم. هنا المبنى بيتكون من 10 ماكينات متقسمين على مجموعتين، كل مجموعة 5 ماكينات. في ماكينات بتشتغل، المجموعة الأولى بتشتغل بالوقود الثنائي، ومجموعة جديدة بتشتغل بالوقود الأحادي اللي هو البيوجاز المتولد من المراحل في معالجة المياه. طبعا المحطات اللي زي اللي احنا فيها دي يعني قائمه على استخدام كهرباء، يعني بتستخدم غزيره الاستخدام للكهرباء. طبعا غزيره جدا، وزي ما احنا عارفين التحديات اللي في العالم كله هي تحديات ميه وتحديات طاقه. راح المشروع هنا من المشاريع العملاقه اللي فعلا نقطه ايجابيه جدا في البلد، ان هي بتقدر تعالج ميه الصرف الصحي وفي نفس الوقت بتعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات ووقود ذاتي متولد جوه المحطه بيغطي 65% من الطاقة اللازمة لسد احتياجات المعدات. وطبعا كل الكلام ده بيتم تحديثه اول باول لما يكون في ماكينات جديدة ممكن تكون يعني طبعاً تدي طبعاً طاقة اكتر شوية. طبعا احنا بدأنا بخمس مولدات ثنائية الوقود، بكل مولد طاقته 2.3 او الباور المتولدة 2.3 ميجا وات في الساعة، وطبعا هي بتولد بجهد 10.5 كيلو فولت. المحطة الجديدة بتشتغل بثنائي الوقود، أنا مش محتاج ديزل خالص، تكنولوجيا أعلى وبحمايات أكتر وبسعة أكبر 3.2 مكان أو أحسن من المجموعة القديمة اللي هي 2.3. ده بيوفر كتير قوي في ساعات التشغيل، وبالتالي هنوفر أويلز أو الزيوت وتكلفة الصيانة وتكلفة العمارات. وعاوز برضو أنوه إن كل الصيانات وكل العمارات الكبيرة تقوم بأيادي مصرية مدربة من البداية، وده كتير قوي بيبقى في صالح البلد ان احنا نقدر ننقل النوهاو بتاعنا للمشاريع التانية او للناس الجديدة. احنا بنستخدم تقريبا او بينتج عندنا كام من غاز الميثان يوميا في العمليات دي؟ 75,000 متر مكعب يوميا. دي كميات كبيرة يعني؟ كميات كبيرة بتكفي ان انا اغطي ال 65%. احنا بدأنا ب 50% ككفرج او تغطيه للمعدات الكهربائيه، وبعد كده 60 ودلوقتي 65، واحنا بصدد دراسه ازاي نعمق او نستفيد اقصى استفاده لانتاج الطاقه الكهربائيه. طب يا باشمهندس، التكنولوجيا الجديده ممكن نستخدم فيها الغاز العادي اللي احنا بمصر بتستخرجه من ابارها او من مكامنها، ولا الطاقه الكهربائيه بتستخدم غاز مختلف هنا في المكان ده؟ هو الديزاين او التصميم كان مراعي من البدايه ان احنا نستخدم الغاز المنتج من المحطه من مراحل المعالجه. يبقى منه فيزا منه فيه، ودي طبعا احسن بكتير من ان احنا نستخدم اي اكسترنال فيول بيستخدم في ممكن يستخدم في مشاريع تانية او في اماكن تانية. احنا نستخدم 65% ذاتيا من المعالجه نفسها. تمام. طب لما نتوسع في المشروع ان شاء الله برضو بنوسع مساحه المحطه ولا بنعمل محطات جديده؟ هو في ممكن نعمل بعض الاكستنشن التوسعات اللي تقدر تبقى تفيد المشروع. وطبعا عشان الزياده السكانيه المستمره من سنه لسنه احنا طبعا نتمنى يبقى في مشاريع ثانيه عملاقه زي كده، عشان دي استفادت بلاد كتير قوي لمواجهه تحديات المياه والطاقه.